في حلقة اليوم سنتحدث عن زيارة الرسول بولس لكورنثوس، أعزائي في هذه الحلقة راح أتكلم عن زيارة بولس إلى كورنثوس. ترك أثينا وجاء عن طريق البحر إلى ميناء كنخرية قريب من هذا المكان، وقريب من هذا المكان أيضا منطقة تسمى إستميا اللي كانوا يقوموا فيها الألعاب الأولمبية. كورنثوس كانت تعتبر المدينة الثانية بعد أثينا لألعاب الأولمبيادة. فطبعا جاء الرسول بولس والتقى مع أكيلا وبريسكيلا في هذا المكان، وكانوا يعملوا بنفس الصنعة، صنع الخيام، لأنه خلال فترة الأولمبيادة ناس كانت تستأجر أو تشتري هذه الخيام، لأنه كانت تعج بالسياح وتعج بالرياضيين والناس اللي عندهم حب الاستطلاع لهذا الموضوع. المكان اللي أنا واقف عليه جسر اللي بيربط بين بحر إيجيا إلى بحر الأدرياتيك، أو بيربط بين، هو عبارة عن فاصل بين بلاد اليونان إلى المنطقة هنا جميلة. حاول يوليوس قيصر، أو قبل يوليوس قيصر، حاول إسكندر الأكبر في أن يقوم في برنامج حفر هذه القناة، لكنه كان مهتم بالفتوحات فلم يكن له متسع من الوقت. حاول يوليوس قيصر لكن مات قبل ما أن يتمم هذا الشيء. ابتدأت حفر القناة في أيام الإمبراطور نيرون، وبالفعل حفر قناة كان في طريق موازي، كانوا يأتوا بالسفن عن طريق المركبات إلى الجهة الأخرى، لكن هذه القناة بنيت في القرن الماضي. نفس المهندس ابتدأ فيها اللي بنى قناة السويس، فردينانت ديليسيبس، وهذه القناة اللي بتربط بين البحرين، بتيجي السفن من خلال هذه المنطقة. أنا موجود على جسر نوعا ما عجيب وغريب شوي من نوعه. عندما تأتي السفن ينزل هذا الجسر إلى أعمق هذه المياه، إلى منطقة منخفضة. طبعا عمق المياه حوالي 8 أمتار، عرض هذا النفق 22 متر، طوله 6300 متر، مثل ما ذكرت بيربط في بحر إيجيا مع بحر أدرياتيك. رح أواصل عن هذا الموضوع من منطقة كورنثوس. تابعونا على هذه القناة لمشاهدة رحلة في سفر أعمال الرسل. هيا بنا لنكتشف المواقع التاريخية التي بشر فيها الرسول بولس، ونكتشف أيضاً أمور عجيبة وقصص رائعة عن الكنيسة الأولى. شاهد هذه الحلقات الخاصة من حلقات الكنيسة الأولى، رحلة في سفر أعمال الرسل. أعزائي، أنا على ضفاف بحر إيجيا. طبعاً بولس الرسول جاء من أثينا إلى كورنثوس ونزل في ميناء كنخرية، الميناء الرئيسي لهذا المكان. اكتشفوا بعض الحفريات لهذا الميناء. مثل ما ذكرت أنه إحنا في منطقة تسمى إستميا اللي هي منطقة الألعاب الأولمبية، الألعاب الرياضية، وشفنا النفق الطويل أو الأخدود الطويل، الماء اللي بعبر السفن بين بحر إيجيا إلى أيونيان إلى بحر الأدرياتيك اللي بيربط مركز بلاد اليونان مع المنطقة الشمالية. طبعا بولس استخدم السفن عدة مرات خلال رحلاته التبشرية. ما كان في السفن مثل اليوم سفن للركاب للرخاء والمتعة إنه يروح الإنسان على كروز، كانت السفن عبارة عن سفن تجارية. كلما كانت السفينة أكبر كلما كانت هأمن. أكبر السفن كانت طبعا السفن اللي بتحمل الحنطة أو بتنقلها إلى مكان إلى آخر، فكانوا الركاب أو السجناء يخدوهن بالسفن حتى يصلوا إلى المناطق المعينة. وترك بعد ذلك أثينا وجاء إلى كورنثوس،
فوجد يهوديا من أهل البونط اسمه أكيلا، جاء من وقت قريب من إيطاليا هو وامرأته بريسكيلا، لأن القيصر كلوديوس أمر جميع اليهود بالرحيل عن روما. فجاء بولس إليهما وأقام يعمل عندهما، لأنه كان من أهل صناعتهما، صناعة الخيام. وكان في كل سبت يجادل اليهود واليونانيين في المجمع محاولاً إقناعهم. فلما وصل سيلا وتيموثاوس من مقدونيا، حصر بولس كل همه في التبشير بكلمة الله، شاهداً لليهود على أن يسوع هو المسيح. ولكنهم كانوا يعارضون ويشتمون، فنفض ثوبه وقال لهم: دمكم على رؤوسكم، أنا بريء منكم، سأذهب بعد اليوم إلى غيركم من الشعوب. فانتقل من هناك إلى بيت ملاصق للمجمع يسكنه رجل غير يهودي يعبد الله اسمه تيتيوس يوستوس. فآمن كريسبوس رئيس المجمع بالرب هو وجميع أهل بيته. وكان كثير من أهل كورنثوس يسمعون كلام بولس فيؤمنون ويتعمدون. اليوم رح أتكلم عن رحلة بولس الرسول إلى كورنثوس. طبعاً هو جاء من أثينا إلى هذه البلدة. كورنثوس كانت تعتبر أكبر مركز في اليونان في أيام الرسول بولس. تعداد سكانها كان يزيد عن 200,000 أو بالأحرى أكثر من 300,000 شخص. كانت تعتبر خليط من الشعوب ومن الجنسيات المختلفة اللي عاشوا في هذا المكان. طبعا موقع كورنثوس مهم جدا، كانت تسمى سوق اليونان لأنه كانت تربط مركز اليونان بشمال اليونان، وكانت تربط أيضا بحر إيجيا ببحر الأيونيان عن طريق الإستموس، عن طريق النفق المياه. هذه المدينة مشهورة جدا في أيام الرسول بولس، طبعا لها شهرة تاريخية، أكثر شهرة كانت تزداد بالفساد وبالشر. في سنة 146 قبل الميلاد جاء الرومان ودمروا المدينة تدميرا كاملا بسبب الفساد وبسبب الشر. بنيت سنة 44 قبل الميلاد، يوليوس قيصر جاء إلى هذا المكان وبنى كورنثوس الجميلة التي تطل على مينائين واللي بتربط اليونان بالشمال أيضا، فأصبحت مدينة عامرة جدا. لكن كثر فيها العبيد، كانوا يتكلموا الرومان وكانوا يتكلموا أيضا اليوناني، كانوا يمارسوا الحضارة الهيلينية والفلسفة اليونانية طبعا واللغة اليونانية اللي كانت منتشرة آنذاك. طبعا كانت مركز تجاري مهم لأنه كان فيها مينائين، كانوا يجوا السياح من كل أنحاء العالم والتجار أيضا، والناس اللي تحب المتعة كانت تيجي إلى كورنثوس. طبعا البلد كانت أيضا منطقة دينية، خلفي وراي معبد أبولو بني في القرن السادس قبل الميلاد. أبولو هو إله الجمال، إله الحكمة، إله الثقافة، إله المعرفة، والإله الذي يتنبأ أو يعرف بالنبوات. هو إله النور أيضا وإله الشمس، مشهور جدا في الأساطير اليونانية. طبعا أيضا مركز ديني لأنه مشهورة جدا في هذه المنطقة معبد أفروديت أو أفروديتوس اللي موجود في أعلى قمة كورنثوس، رح أتحدث عنه بعد قليل. لكن أيضا المدينة مدينة عامرة، فيها ما تسمى الأجورا أو الميدان العام، ساحة الميدان اللي كانوا يجوا يشتروا فيها أو يتحاوروا ويتناقشوا بأمور الفلسفة وبأمور الدين أيضا. كورنثوس أيضا كانت مشهورة جدا لأنها مدينة رياضية، إستميا مش بعيدة عن هذا المكان، كانوا يلعبوا الألعاب الأولمبية، كانت تاني بلد في الألعاب الأولمبياد. كيف ما بتطلع حواليك وبتشوفوا طبعا الأعمدة والأثارات والاكتشافات مثل العين الموجود أمامي، وطريق اللي بياخدك إلى الميناء القديم،
وهكذا معابد كثيرة في هذا المكان. لكن شيء مهم جدا اكتشف هنا في هذا المكان اللي هو دار الولاية أو البيما سيت، هذا المكان وين أخذوا بولس حتى يحاكم أمام غليون. لكن غليون كان بهمه العدالة الاجتماعية، كان معروف بالنزاهة والنظافة أيضا. معلومة زيادة، غليون كان أخو الفيلسوف الروماني الشهير سينيكا اللي اتعلم في أيامه نيرون الإمبراطور نيرون، لكن بعد وفاة سينيكا أصبح نيرون شخص متغطرس وشرس جدا، مشهور بالتاريخ أنه اضطهد المسيحيين. من هذه المنطقة، من منطقة كورنثوس القديمة، رح أتكلم عن رحلة بولس التبشيرية الثانية أو عن زيارته إلى كورنثوس. أنت اللي بتشاهد هذه الحلقة، يسوع المسيح هو حي قادر أنه يحررك من أي خطية أنت بتعاني منها. أصبحت مدينة كورنثوس القديمة مأهولة بالسكان لأول مرة خلال العصر النيولوتيك، لكن بالرغم من ذلك فإن فترة ازدهار المدينة بدأت في القرن الثامن قبل الميلاد، واستمرت حتى تعرضت المدينة للتدمير على يد القائد الروماني موميوس عام 146 قبل الميلاد. ثم عاد السكان للمدينة عام 44 قبل الميلاد، وعادت للنمو مرة أخرى بصورة تدريجية. أما في عام 51 و52 ميلادية فقد جاء بولس الرسول واستقر في كورنثوس لمدة 18 شهراً. وتعكس رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس مدى صعوبة الحفاظ على المجتمع المسيحي في مثل تلك المدينة الكبيرة. بدأت أعمال التنقيب على نطاق ضيق عام 1892، وكشفت الستار عن مكان السوق والمعابد والنافورات والمحال والأروقة ذات الأعمدة والطرق والعديد من الآثار الأخرى، وأهم تلك الآثار هو المعبد الدوري للإله أبولو والذي تم بناؤه عام 550 قبل الميلاد. على أحد طرفي الميدان أو السوق كانت توجد مقصورة المذبح الشهيرة، حيث كان يعقد والي المقاطعة الروماني جلسات المحاكمة، وهو المكان الذي وقف فيه بولس أمام غاليون. كانت قلعة كورنثوس القديمة تعرف باسم أكروكورنثي، وكان يصل ارتفاعها إلى 1800 قدم عن السهول المحيطة بها. من منطقة كورنثوس واصل تعليمي عن رحلة بولس إلى كورنثوس. كما تستطيع أن ترى خلفي كورنثوس القديمة معبد أبولو، وتستطيع أيضا أن ترى كورنثوس الجديدة في هذه الأيام. كورنثوس دمرت عدة مرات بالزلازل، المنطقة تعتبر منطقة زلازل. وطبعا هذه المنطقة الجميلة تطل على بحر أيونيان اللي بيربط لبحر الأدرياتيك إلى بقية اليونان أيضا من الجهة الأخرى، ومن المنطقة الأخرى بحر إيجية اللي بيربطوا هذا الأخدود أو النفق قناة المياه اللي بتربط ميناءين لنفس البلد، لنفس كورنثوس، مما يجعل كورنثوس بلد مهم جدا ولسيما في أيام الرسول بولس. هذه البلدة كما ذكرت اشتهرت بالعبادات المختلفة، فكان يجيء إلى هذه البلدة من كل أنحاء العالم المتحضر آنذاك. وطبعا عدا عن العبادات الوثنية الموجودة في هذه البلدة، أيضا كان في مجامع لليهود، وهذه المجامع كان بولس يتكلم فيها. البلد كانت تشتهر بالفخار، صناعة الفخار، وتشتهر أيضا بالزنا. طبعا عندما أقول بالزنا، البلد كان فيها شر وفساد كثير جدا، فيأتون التجار والبحارة والسياح إلى آخره إلى هذه المنطقة. أنا طبعا أطل أو أنظر إلى الأمام جبل مرتفع جدا اسمه أكرو كورنثوس أو أعلى مرتفعة في كورنثوس. هذه المرتفعة في كورنثوس في معبد
أثاره حتى هذه الأيام للإلهة أفروديت أو أفروديتس، إله الحب وإله الجمال. والمنطقة اللي أنا بوجود بتكلم فيها، هذه المنطقة كان فيها بيوت كثيرة اللي بيسكن فيها العاهرات أو الزنا، اللي كانت نوع من العبادة الوثنية يمارسوا الزنا في هذه المدينة. فكانوا البحارة يأتون طبعا من الميناء، والبلدة طبعا بعيدة عن الميناء في طريق قديم من الأجورا الماركت بليس في كورنثوس القديمة، بصير نزولا إلى الميناء. فكان في 1000 عاهرة اللي بيشتغلوا في هذا المعبد مكرسات للإلهة ديانا. فنوع من العبادة كانوا يأتون ويمارسون المضاجعة والزنا إلى آخره. عندما وصف الرسول بولس أهل كورنثوس قديما، قال في الإصحاح 6 من رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس: لا تضلوا، لا زنا ولا عبدة أوثان ولا فاسقون ولا مأبنون ولا مضاجعو ذكور ولا سكرون وليس تكبير من الخطاء يقول يرثون ملكوت الله. لكن المجتمع الجديد هو المجتمع اللي آمن بالمسيح يسوع. من أجل هذا كان رحلة شاقة بالنسبة للرسول بولس، بواجه كل أنواع العبادات من وثنية، وعدا عن ذلك الاضطهاد من اليهود في هذا المكان. كان عنده خبرة سيئة في منطقة تسالونيكي ومنطقة برية لما ثاروا اليهود على بولس أو أثاروا الناس عليه، وفي منطقة فيليبي طبعا سجن، وفي أثينا كان في أثينا رفضوا رسالته، لكن في كورنثوس اتصور لأنه الشر والفساد كثير جدا فاتأكد أنه الوضع رح يكون صعب. لكن الله بإعلان مرتين، الإعلان الأول لما شاف رجل مكدوني دعوة عندما كان في آسيا أن يأتي إلى أوروبا، وعندما وصل إلى كورنثوس الرب كلمه بكل وضوح قائلا له: ما تخافش، لا تخف، تكلم ولا تسكت لأني معك. ثم وعدوا الرب: لا يقع أحد ليؤذيك. ليه؟ لأن لي شعبا كثيرا. وبالفعل أطاع صوت الرب ومكث في كورنثوس فترة 1.5 سنة، أحرز فيها انتصارات مجيدة وبنى كنائس متعددة في هذا المكان. فقال الرب لبولس ليلا في رؤيا له: لا تخف، بل تكلم ولا تسكت، فأنا معك ولن يؤذيك أحد، فلي شعب كبير في هذه المدينة. فأقام 6 أشهر يعلم الناس كلام الله. ولما صار غاليون حاكما على أخائيا، تجمع اليهود كلهم وهجموا على بولس وساقوه إلى المحكمة، وقالوا: هذا الرجل يحاول أن يقنع الناس بأن يعبدوا الله عبادة تخالف الشريعة. فأراد بولس أن يتكلم، فقال غاليون لليهود: أيها اليهود، لو كان في المسألة جرم أو جناية لسمعت شكواكم كما يقضي الحق. أما أن تكون المسألة جدلاً في الألفاظ والأسماء وفي شريعتكم، فتدبروا أنتم هذا الأمر، لأني لا أريد أن أكون قاضياً فيه. وطردهم من المحكمة، فقبضوا كلهم على سوستانيس رئيس المجمع وضربوه قدام المحكمة، وغاليون لا يبالي. أعزائي، أواصل حديثي عن رحلة بولس إلى أهل أو إلى منطقة كورنثوس. كما ذكرت أن المنطقة كانت تشتهر بالفساد والشر الكثير والعبادات الوثنية، والأصعب من هذا عندما كان يذهب ليكلم اليهود في المجمع كان يحاج في المجمع كما يقول الكتاب، لكنهم رفضوا بل شتموا بل قاوموا الرسول بولس. كان عنده إدراك عن الشر الكثير الموجود في كورنثوس. عندما كتب رسالته قال:
لما أتيت إليكم أيها الإخوة أتيت ليس بسمو الكلام والحكمة مناديا لكم بشهادة الله، لأني لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا. ثم استمر وقال عندما جاء إلى كورنثوس: كنت عندكم في ضعف وخوف ورعدة كثيرة، وكلامي وكرازتي لم يكونا بكلام الحكمة الإنسانية المقنع بل ببرهان الروح والقوة. واجه الشر الشديد في هذا المكان بواسطة الإنجيل. قوة الإنجيل لا تتقهقر ولا تهزم، بل بقوة الإنجيل استطاع أن يؤمن شعب غفير، منهم رئيس المجمع كريسبوس وآخرون. وطبعا نعرف من التاريخ أنه أقيمت كنائس كثيرة في هذا المكان، لأن الرسول بولس طبعا أسس كنائس وكتب رسالتين إلى أهل كورنثوس. زيارته هون رغم الشر لكنه أحرز انتصارات، لأنه أخذ الرؤية من الله وتأكد من الرؤية أنه لا يخاف ولن يسكت لأنه سوف يتكلم. وعندما كتب إلى كنيسة كورنثوس كتب أعظم الإصحاحات اللي منتعلم منها دروس عظيمة جدا في حياتنا اليومية أو في السلوك في الكنيسة والسلوك في الحياة المسيحية. فرسالة كورنثوس تعتبر هي علاج لمشاكل كثيرة، منها مشكلة العبادة. تصور معي إنه الكثير من الوثنيين آمنوا بالمسيح واليونانيين، وكثير من الناس اللي بيعبدوا أو يمارسوا الزنا في عبادة أفروديتس أو في هذه المناطق في كورنثوس آمنوا وكانوا موجودين في نفس الكنيسة، وطبعا جمع من اليهود آمنوا، فأكيد كان في نوع من المشاكل أو نظام للنظام للعبادة. فكتب إصحاحات جميلة لكي يعالج هذه المشكلة، يعلم عن نظام العبادة في كورنثوس. كتب إصحاحات عظيمة ليصحح المفهوم في شعب كورنثوس، مفهوم المواهب الروحية. وكتب هذه الإصحاحات كيف نسلك في كنيسة الله. ولا ننسى أعظم إصحاح هو إصحاح المحبة، إصحاح 13 قال: إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة ولكن ليس لي محبة فقد صرت نحاسا يطن أو صنجا يرن. ثم واصل حديثه عن المحبة الإلهية، المحبة العظيمة. المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تطلب ما لنفسها، المحبة لا تقبح، لا تحتد، لا تظن السوء. هذه المحبة العظيمة في الإصحاح العظيم كتبوا إلى أهل كورنثوس. إخوتي وأخواتي، بالفعل إن رحلة بولس إلى كورنثوس سنة ونص، لكن أثارها حتى هذه الأيام. في المتحف في كورنثوس القديمة اكتشفوا عمود عليه بعض المنورة أو السرج اليهودية اللي كانت في المجمع، وفي اللغة اليونانية مكتوب مجمع العبرانيين أو اليهود. هذا إن دل بأكد على صحة الكتاب المقدس. أحرز انتصارات لأن الرب كان معه. طبعا أنا ماشي على الطريق القديم اللي كان بيربط الميناء الرئيسي إلى مدينة كورنثوس في هذا المكان. وأقام بولس مدة من الزمن في كورنثوس، ثم ودع الإخوة وسافر في البحر إلى سوريا ومعه بريسكيلا وأكيلا، فحلق رأسه في كنخرية لنذر كان عليه. ولما وصلوا إلى أفسس فارقهما ودخل المجمع يجادل اليهود، فطلبوا إليه أن يطيل الإقامة بينهم فاعتذر، ولكنه قال لهم عندما ودعهم: سأعود إليكم إن شاء الله.
وسافر في البحر من أفسس فنزل في قيصرية، ومنها صعد إلى أورشليم وسلم على الكنيسة، ثم نزل إلى أنطاكيا، وبعدما صرف فيها بعض الوقت خرج وسار في غلاطيا وفريجيا يقوي عزائم التلاميذ. أعزائي، سر نجاح الرسول بولس كان أولاً في مركز إرادة الله، ثم تمتع بعناية وحماية الله، كان يتكلم بقوة الله مش كلام إنساني، كان مملوء من روح الله، روح المحبة، روح التكريس وروح القوة، وبهذه القوة أسس كنائس الله. إن عمل الإنجيل ما زال حتى هذه الأيام. لربما أنت تشاهد هذه الحلقة، لربما أنت تقاوم رسالة الإنجيل كما فعلوا في القديم، لكن أنا أدعوك لكي تفتح قلبك. وجدنا أن قوة الإنجيل بتلمس كل نواحي الحياة مهما كانت خطيتك عظيمة. في رسالة بولس الرسول إلى أهل كورنثوس الإصحاح السادس كتب عن ليست طويلة من الخطايا، عن زنا، عن عبدة أوثان، فاسقون، مأبنون، مضاجعو ذكور، سكرون، لكن كل هاي الناس تحررت وتخلصت بقوة إنجيل المسيح. أنت اللي بتشاهد هذه الحلقة، يسوع المسيح هو حي قادر أنه يحررك من أي خطية أنت بتعاني منها مهما كانت خطيرة. ما تقول أنه خطيتي أعظم من أن تختفر، كل هذه الخطايا الخطيرة اتغفرت لأنه المسيح مات على الصليب من أجلك وأخذ مكانك وعقابك حتى أنت تحصل على الحرية وعلى الحياة الأبدية. أريد أن أقول لك، لو كانت خطاياك فظيعة تعال احتمي في المسيح لأنه يخلص. افتح قلبك ليسوع، ارفع عينيك لفوق، قل يا رب تعال ادخل إلى حياتي وغيرني وعيش في داخلي حتى أعيش لأجلك. أصلي من كل قلبي أنك تختبر هذه المحبة وهذه القوة. إلى اللقاء. في الحلقة القادمة من برنامج رحلة الكنيسة الأولى سوف نتحدث عن زيارة الرسول بولس لأفسس. هل لديك سؤال أو تعليق على حلقة اليوم؟ هل تريد الحصول على مزيد من المعلومات عن الحقائق التي شاهدتها؟ لا تتردد في الاتصال بنا على nour@lfan.com. كما يمكنك الاتصال أيضا تليفونيا على 001-905-335-1534 أو من داخل مصر 012-02-666-07 أو من شمال أمريكا 1-800-280-3288 أو